احنا هنايا واقفين حدا وزاره الماليه، من بعد المشاكل اللي كيتخبط فيها القطاع عينا ما ندقوا البيبان، عينا ما نعطيو يعني نديروا هذا وقفات، عينا ما سميتو مني كانت الجائحه من قبل، وحتى شي التفاته ما كانت لهذا القطاع. ودابا حنا جينا على اساس باش ان وزاره الماليه هي تشوف حالنا، رحنا واقفين، القروض ما بقيناش قدرنا نخلصوهم، المطارات مسدودين، الخدمه ما كايناش، واخا اللي غادي يحلوا المطارات ان شاء الله نهار 7 فبراير، ولكن هذا ما كيعتبرش انه حل لينا حنايا، لان عندنا مشاكل راه عامين ونص وحنا كنتخبطوا فيها، وهذا الشيء راه بزاف. الا كان زعما شي حلول لهذا القطاع راه غادي تيغرق، راه الناس مساكن راه داروا اذعلون في الافلاس ديالهم، شي 3000 وكاله عنات الافلاس ديالها، وهاد 7000 ولا 7400 وكاله اللي مازال راه حتى هما في الطريق، لان الناس ما خدامينش، والقروض يعني ما تاجلوش، والتامين تزاد، والمشاكل كثيره، وعاد زيد عليها المخالفات، زيد عليها بزاف، وعندنا احكام غيابيه، وعندنا حجوزات ديال السيارات، وعندنا بزاف ديال المشاكل اللي زعما راه الانسان مني كدور من هنا تلقى مشكل، دور من هنا لا اله الا الله، الانسان مستثمر ولكن غادي في الغارة. وما زعما هادشي اللي غاديين فيه راه غاديين بالافلاس اولا، وثانيا راه كاينين الناس عندهم شيكات دافعينهم وما كيرجعوا بدون رصيد، ومشاكل كثيره، يعني حتى هذوك المستثمرين راه غادي الحبس ديالهم هما دي النيشان. قطاع كراء السيارات عرف واحد الخساره كبرى في الجائحه ديال كورونا، القطاع الوحيد الذي لم يتلقى الدعم من عند الحكومه السابقه، والتي يعتبرها قطاع كراء السيارات بانها حكومه فاشله في تدبير شؤون قطاع كراء السيارات. حاليا نتضرر من كل التامين، كاين لي زورغانيزد كريدي زادوا علينا في ليزانتيري، كاين الضرائب، كاين التامين كما قلت لي هو طلع بواحد الاثمنه بواحد الاثمنه خياليه ضد هذا القطاع. اللجنه ديال 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 التتبع اللي داروا ديال الجائحه ديال كورونا ما استفدنا من حتى شي حاجه، وحاليا نطالب الحكومه ونطالب ان شاء الله التدخل ديال جلاله الملك والسيد رئيس الحكومه والسيد وزير النقل، الوزاره الوصيه وزاره الماليه، من اجل تخفيض الضرائب، الاعفاء الضريبي ديال 20% يولي 10%، لان ويأجلوا لنا الضرائب لمده 3 سنين باش نقدروا حنايا نوقفوا على رجلنا في هذا القطاع. هذا القطاع بقى مقصي من العقد البرنامج الكونترا بروغرام، الناس اللي تضروا من تداعيات ديال كورونا، وهذا القطاع من بين القطاعات الاكثر تضررا من تداعيات الوباء ديال كورونا، وارتباط وثيق بالسياحه، ومع ذلك اقصي عده مرات من هذا العقد البرنامج. الاخوان عندهم مشاكل كثيره، غارقين كريديات، لي غوبور ما كيداروش، ولا كيداروا بواحد التكلفه اللي هي عاليه. خصهم يستافدوا تماما غوبور غراتوي، الناس عليهم الضرائب ما بقاش عندهم باش يخلصوا، الا ما دخلتش الدوله شفتوا وزاره الاقتصاد والماليه باش يعفيهم ويأجلوا لهم بعض الضرائب، فهاد الاخوان هذو راه كيدفعوهم الافلاس، ديجا 3000 شركه اعلنت الافلاس ديالها، الا بقات هذيك 6000 ولا 8000 شركه اللي بقات الا بغاو حتى هما يعلنوا الافلاس ديالهم. وبقى اقل من 8000، لان يعني دابا عند الوزاره كاين 8000 اللي عندها في الارشيف ديالها، 8000 اجونت لوكاسيون دو فواتور، 3000 منها اعلنت الافلاس، يعني شحال بقات 5000، الا 5000 حتى بغاو يدفعوا الافلاس الله اعلم. خصهم يعرفوا بان 99% من هذه الشركات هما شركات صغرى ومتوسطه،